السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة من على موقع 20 مينوت كما نلاحظ. إذا عندنا هذا العنوان الذي طبعا يعكس ظاهرة أصبحت تغزو مجتمعنا ومنها دول كبرى طبعا كبريطانيا وغيرها، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة تزداد حدتها. يعني بدأنا نرى ظاهرة سرقة الهواتف. في هذا المقال سنرى كيف أن سيدة أجنبية زارت المغرب وتعرضت لسرقة هاتفها الآيفون، طبعا المعروف بحمايته القوية، ورغم ذلك فهي عرفت سلسلة من المشاكل. سنرى كيف تطورت هذه المشاكل. إذن كما نرى في العنوان: دي فولور اون براكي مي كونت بانكير افيك مون آيفون. دي فولور اون براكي مي كونت بانكير افيك مون آيفون. إذا نتكلم عن ديفولور، إذا نتكلم عن لصوص، أون براكي مي كونت بانكير. طبعا لو فيرب براكي عادة أنه يستعمل في السياقة، نقول مثلا براكي فيغ لو تخطوار، كما نقول صوب نحو الرصيف. أحيانا نتكلم عن كونت براكي، أحيانا نتكلم عن كونت براكي، يعني نتكلم عن السير التوجيه في الاتجاه المعاكس، أنك توجه أو تسدد في الاتجاه المعاكس. دي فولور اون براكي مي كونت، ولكن كلمة براكي هنا طبعا أنها تعني تحويل مسار أموال بطريقة غير شرعية. إذا نتكلم عن سرقة هنا. دي فولور اون براكي مي كونت بانكير، إذا هناك لصوص حولوا حساباتي البنكية، المقصود أنهم سرقوا حساباتي البنكية افيك مون آيفون، مع هاتفي من نوع ايفون. لو سمارت فون دون كادرا اون فاكونس ا ماراكش ا ايتي اراشي بار ان فولور ا موتو لو سور لوندومان دو روتور اون سويس اي لا كونستاتي دي اوبيراسيون اي دي بريليفمون فروديلو سور سي نومبر كونت. اذا لو سمارت فون دون كادرا اون فاكونس ا ماراكش ا ايتي اراشي بار ان فولور ا موتو لو سمارت فون، إذا نتكلم عن هاتف ذكي، طبعا كلمة سمارت في اللغة الإنجليزية تعني ذكي. لو سمارت فون، إذا نتكلم عن هاتف ذكي، دون كادغا، المقصود هنا دون كادغا جينيغ، دون كادغا جينيغ، إذا نتكلم عن أربعينية، نتكلم عن أربعينية، نتكلم عن إمرأة توجد بين الأربعين والتاسعة والأربعين من عمرها. إذا لو سمارت فون دون كادغا، إذا المقصود هنا لو سمارت فون دون كادغا جينيغ اون فاكونس ا ماراكش، في زيارة في عطلة بمراكش. اون فاكونس ا ماراكش يعني أنها في عطلة بمراكش. أيتي أغاشي هذا الهاتف، أيتي أغاشي باغ أن فولور أ موتو، يعني أنه انتزع. لو فيرب أغاشي يعني فعل انتزع، نقول مثلا جي أغاشي أون دون، يعني أنني نزعت سنا. أغاشي أون دون أنك تنزع سنا، لأن مسوسة مثلا. لو سمارت فون أيتي أغاشي، إذن هذا الهاتف أنه انتزع أو اقتلع باغ أن فولور من طرف ليسين أموتو، يعني أنه يمتعطي دراجة. لو سور لوندومان، لو سور لوندومان وفيما بعد الغد، وفيما بعد الغد دو روتور أون سويس بالعودة إلى سويسرا. Elle a constaté des opérations et des prélèvements frauduleux sur ses nombreux comptes. Elle a constaté, إذن هي لاحظت أو اكتشفت des opérations, يعني عمليات، et des prélèvements, ثم اقتطاعات frauduleux، يعني كما نقول غشية. أحيانا نتكلم عن la fraude، نقول مثلا la fraude fiscale، la fraude fiscale، إذا نتكلم عن الغش الضريبي. إذن هنا نصف هاد les opérations أو هاد لي بريليفمون بأنهم فروديلو، كما نقول بأنها غشية، أنها ضد القانون. سور سي نومبرو كونت، على حساباتها المتعددة. بمجرد أن تم سرقة هاتفها بدأت تحويلات مباشرة. لم يتم بيع الهاتف فقط، بل تم استغلال المعطيات الموجودة في الهاتف، وهذا هو الخطير. إذن كما نلاحظ هنا، لو تيليفون دون كادغا، كما قلنا دون كادغا جينيغ، ا ايتي فولي او ماروك، يعني انه سرق بالمغرب. ا سون روتور اون سويس،
بعودتها إلى سويسرا à son retour. طبعا الروتور العودة à son retour en Suisse. إذن بعودتها إلى سويسرا elle a constaté que des opérations frauduleuses. إذن هي لاحظت بأن هناك عمليات غشية ont eu lieu, يعني أنه كان لها مكان, المقصود بأن كانت موجودة أو تمت sur ses comptes bancaires, على حساباتها البنكية. Pour Christina, cadre genevoise, qui a passé une semaine de vacances à Marrakech le 11 janvier, veille du retour en Suisse, elle a marqué le début de galères en Syrie. Alors qu'elle marchait dans la rue, son téléphone a été arraché par un voleur à moto. Pour Christina, بالنسبة لكريستينا, هذه السيدة تسمى كريستينا التي قلنا بأنها من سويسرا وأتت لزيارة مراكش. Pour Christina, بالنسبة لكريستينا, كادرا المقصود كما قلنا كادرا جينير كادرا جنوفواز, أن من جنيف من سويسرا كي a passé une semaine de vacances à Marrakech, التي أمضت أسبوعا كي a passé, طبعا لو غير passé هذا فعل مضى, إذن هناك من نقول بأن أمضت كي a passé, التي أمضت une semaine de vacances, أمضت أسبوعا من العطلة à Marrakech, بمراكش le 11 janvier, في هذا التاريخ veille du retour en Suisse, كما نقول غدا عودتها إلى سويسرا. نتكلم هنا عن اليوم أو اليومين اللذان يسبقان عودتها إلى سويسرا. هي أولا تعرضت للسرقة ثم بعد يوم أو يومين عادت إلى سويسرا. إذن هي تعرضت للسرقة كما نقول قبيل عودتها إلى سويسرا. أماركي لو ديبي, إذن هاد السرقة أماركي لو ديبي دو غالير أون سيري, إذن هاد السرقة أن أشرت أو أن شهدت بمعنى آخر لو ديبي de galère en Syrie. Pour Christina, cadre genevoise, qui a passé une semaine de vacances à Marrakech le 11 janvier, veille de retour en Suisse, a marqué le début de galère en Syrie. Et d'un had sariqa b'anna asharat ou shahidat b'imana akhar le début, bidayet meda, le début de galère en Syrie. Taban kalimat galère ta'ni safina kabira, أن كانت في القديم خاصة في القرن الثامن عشر كان يتم دفعها عن طريق الرياح بالأشرعة أو عن طريق المجاديف. منطقيا دفع هاد السفينة عن طريق المجاديف سيكون متعبا. إذن هنا نتكلم عن التعب أو عن المتاعب كما عندنا هنا. إذن سرقة هاتف هذه السيدة أماركي لو ديبي دو غالير أون سيري, سرقت هاتف هذه السيدة سيؤشر لبداية متاعب أون سيري, يعني بالتسلسل. أون سيري كما نقول في تسلسل. ما إن تكاد تنتهي مشكلة وتقول بأن المشكلة في هذه الحدود حتى تظهر لها مشكلة أخرى. alors qu'elle marchait dans la rue, alors qu'elle marchait dans la rue, في حين هي كانت تسير في الطريق, son téléphone a été arraché par un voleur à moto. إذن هاتفها أنه تم انتزاعه. son téléphone, هاتفها, a été arraché, أنه انتزع, par un voleur à moto, عن طريق سارق بالدراجة. grâce à son iWatch, إذن بفضل iWatch الذي يعود لها, نتكلم هنا عن حساب iWatch, طبعا نتكلم هنا عن برنامج, إلى أوسيتو بلوكي لاباغاي et actionner un dispositif censé faire disparaître toutes les données de l'iPhone dès qu'il serait connecté à un réseau Wi-Fi. La vacancière a également averti son opérateur téléphonique. Pour le blocage de la carte SIM. Et donc, grâce à son iWatch, بفضلي iWatch, نصح التعبير, نتكلم عن حسابي في iWatch الذي طبعا تنزله على الهاتف, إلى وسطه بلوكي لاباغاي, هي بعد ذلك بلوكي لاباغاي, أنها كما نقول أغلقت جهازها. نتكلم هنا عن الجهاز المسروق حتى لا يصل اللصوص إلى حساباتها. نتكلم هنا عن إغلاق الحسابات بهاتفها عن طريق برنامج iWatch الخاص بها. grâce à son iWatch,
Et là aussi, tu bloques l'appareil et actionnes un dispositif censé faire disparaître toutes les données de l'iPhone. Tu m'as mis de fait et actionnes. Tu m'as comment on a dit un fait un dispositif. Comment on a dit imkania censé. Censé. Comment on a dit le mafroud faire disparaître un ta'mal ala ikhfa toutes les données de l'iPhone. كل المعطيات الخاصة بالهاتف الايفون دي كيل سوري كونيكتي بمجرد ان يربط ان ريزو واي فاي باي شبكة واي فاي اذا طبعا هي فعلت هذه الامكانية حتى اذا ما تم ربط الهاتف باي شبكة واي فاي مباشرة انه يتم مسح هذه المعطيات قبل ان يصل لها هاد اللصوص. لا فاكونسيير كما نقول بالدارجة المغربية الفاكونسيير، نتكلم هنا عن سيدة في عطلة تسمى لا فاكونسيير، طبعا نسبة إلى لي فاكونس العطلة. لا فاكونسيير ا ايغالمون افيرتي سون اوبيراتور تيليفونيك. إذا طبعا هنا عندنا لو فيرب افيرتير يعني نبه أو حذر. لا فاكونسيير ا ايغالمون افيرتي، إذا طبعا هذه السيدة في عطلة. Également averti, هي أيضا نبهت son opérateur téléphonique مشغل هاتفها كما عندنا في المغرب مثلا اتصالات المغرب أو أورانج أو إنوي. إذن هادو سون دي زوبيراتور تيليفونيك كما نقول مشغلي الهاتف. إذن هي نبهت مشغل هاتفها pour le blocage de la carte SIM من أجل توقيف شريحتها حتى لا يعمل رقمها الهاتفي. إذن غراس أسون أي واتش إلا وسيت بلوكي لاباغاي إي أكسيوني أن ديسبوزيتيف سونسي فير ديسباغياتخ توت لي دوني دو لايفون دي كيل سوري كونيكتي أن ريزو واي فاي. لا فاكونسيير أ إيغالمون أفيرتي سون أوبيراتور تيليفونيك بور لو بلوكاج دو لا كارت سيم. المشكلة هنا كود داكسي موديفي، طبعا كما نتكلم عن كودات للوصول متغيرة تم تغيير الأرقام السرية، كود المقصود بها أرقام سرية كود داكسي. إذا نتكلم عن أرقام سرية للوصول، طبعا المقصود للوصول إلى حساباتها موديفي تم تغييرها متغيرة. نتكلم عن لوفير موديفي، لوفير موديفي المقصود به غيرة أنك تغير في شيء في معطيات شيء. هنا نتكلم عن هاد لي كود داكسي بأن موديفي أنها تكتب هذا الشكل، لا تكتب مثلا كالفعل الغير مصرف موديفي. اذا فريستري دافوار بيردو ان تليفون كريستينا نيتي با بور اوتون انكيت ا بروبو دي كونتوني دو سون سمارتفون. اذا فريستري طبعا لوفير فريستري المقصود باحبط. هنا نتكلم عن السيده بانها محبطه كما تلاحظوا باننا زدنا واحد الاو الخاصه بالتانيث، كما نلاحظ باننا اضفنا او الخاصه بالتانيث المقصود محبطة. إذن فريستري دافوار بيردو أن تليفون محبطة كونها فقدت هاتفا. كريستينا نيتي با بور أوتون أنكيت يعني أن كريستينا لم تكن بشكل كافي أنكيت قلقة أبروبو دو كونتوني دو سون سمارتفون يعني قلقة لفقدان معطيات هاتفها سمارتفون. طبعا كما نعرف أن الهاتف الآيفون أنه محمي بشكل كبير. Je suis rentré dans la nuit du 12 au 13. إذن هي دخلت في هذا التاريخ. C'était le week-end et j'ai des comptes dans différentes banques. إذن c'était le week-end كانت نهاية الأسبوع. Et j'ai des comptes dans différentes banques. وكان عندي حسابات في مختلف الأبناك. Au milieu de la nuit, comme si j'avais eu, c'est comme si j'avais eu une prémonition. Une prémonition. Au milieu de la nuit. وفي منتصف الليل. على عكس ما كانت عليه. C'est comme si j'avais eu une prémonition. كما لو كان عندي هاجس. نتكلم عن هاجس داخلي. خوف داخلي. فجأة أتى هذا الهاجس. J'ai voulu faire de les banquines sur un de mes comptes en Suisse à 2h du matin. إذن هي أرادت جي فولي فيغ أنا أردت أن أقوم دو لي بانكين طبعا بخدمة بنكية عبر الإنترنت
أرادت أن تقوم بخدمة بنكية، أن تطلب خدمة بنكية على الإنترنت sur un de mes comptes en Suisse، على أحد حساباتها en Suisse، في سويسرا، à 2h du matin، في الثانية صباحا، كما نتكلم عن الثانية في الليل، الثانية ليلا. Il fallait réinstaller l'application de la banque sur mon nouveau smartphone. إذا كان يتوجب، طبعا هنا نتكلم على le verbe falloir. Il fallait، كان يتوجب réinstaller، إعادة تثبيت. طبعا هي كانت تثبت هذا البرنامج الذي سنذكره على هاتفها السابق المسروق، هنا ستعيد تثبيته. Il fallait réinstaller l'application de la banque. إذا كان يتوجب عليها أن تثبت من جديد l'application de la banque، تطبيق البنك، حتى تتواصل معه. Sur mon nouveau smartphone، على هاتفي الجديد الذكي. Mais je n'arrivais pas à accéder à mon compte. ولكنني لم أتوصل إلى الوصول إلى حسابي. Mais je n'arrivais pas à accéder à mon compte. ولكنني لم أتوصل، طبعا لو فيرب أريفي يعني فعل وصل. نتكلم أحيانا عن لاريفي الوصول. Mais je n'arrivais pas، ولكنني لم أتوصل. À accéder، accéder المقصود به أنك تصل إلى شيء. À accéder à mon compte، للوصول إلى حسابي. J'ai appelé la banque et une collaboratrice m'a fourni un nouveau code. إذن ومتعاونة، طبعا نتكلم أحيانا عن collaborer، أنك تتعاون. Une collaboratrice، ثم أن متعاونة طبعا من البنك، ما فورني أن نوفو كود، أنها مونتني أو زودتني برقم سري جديد. طبعا نتكلم هنا عن الفيرب فورنيغ، فعل مونة، أ فورني. طبعا هذا الفعل كما تلاحظوا مصرف في الباسي كومبوزي. أون كولابوغاتريس ما فورني أن نوفو كود، ثم أن متعاونة زودتني برقم جديد. كون جي ريسي أمو كونيكتي، وعندما نجحت في الاتصال، المقصود بالاتصال في حسابي. Quand j'ai réussi à me connecter, j'ai constaté un virement de 6000 francs en suspens au profit d'un inconnu. J'ai constaté أنني لاحظت أو اكتشفت un virement، اكتشفت تحويلا de 6000 francs بقيمة 6000 francs en suspens، معلق. إذا en suspens أنه معلق au profit d'un inconnu، لفائدة un inconnu، مجهول. أحيانا نتكلم عن الفيرب كونيتر، فعل عرفة، نقول عن شخص أو شيء ما بأنه كوني، يعني أنه معروف. أن كوني غير معروف، هنا نتكلم عن أن كوني، لشخص غير معروف. جي ريسي أ لو فير أنولي دو جوستيس، إذا أنا نجحت أ لو فير أنولي، لجعله يبطل. إذا هي أبطلت هذه العملية دو جوستيس بفارق ضئيل، بفارق ضئيل. طبعا تبقى العبارة هكذا دو جيستيس، المقصود بفارق ضئيل. هنا كلمة جيستيس على عكس كلمة جيستيس. جيستيس، جيستيس المقصود بها العدالة، هنا نتكلم عن جيستيس كما نقول مضبوط، ولكن هنا دو جيستيس بفارق ضئيل. اوغوزمون كو سيتي لو ويكاند، لحسن الحظ كانت نهاية الأسبوع، ولولا ذلك لكانت الأمور أكثر خطورة. تيموان كريستينا، كما تشهد بذلك كريستينا، كما تقول كريستينا. إل نيتي با أو بو دو سي بان، طبعا كلمة بو المقصود بها لو بو، المقصود بها طرف الشيء. نقول مثلا لا ريغل أ دو بو، أ دو بو، المسطرة لها جانبين، نتكلم عن نهاية هذا الجانب ثم نهاية هذا الجانب. هنا عندنا إل نيتي با au bout de ses peines، elle n'était pas au bout de ses peines، إذن هي لم تكن في نهاية متاعبها. المقصود هنا أن هناك مشاكل ستظهر. elle n'était pas au bout de ses peines، إذن هي لم تكن في نهاية متاعبها، المقصود بأن هناك مشاكل أخرى ستظهر. d'autres opérations malveillantes avaient eu lieu auprès de la même banque، d'autres opérations malveillantes avaient eu lieu auprès de la même banque. طبعا نتكلم الحين عن لا مالفيونس. لا مالفيونس المقصود بها نية الإضرار بالآخر. إذا هنا نتكلم عن عمليات في هذه القضية ديال نية الإضرار. دوطخ أوبيراسيون مالفيونت
avaient lieu auprès de la même banque. إذا هناك عمليات أخرى مضرة كما نقول avaient lieu كان لها مكان المقصود أن وجدت auprès de la même banque عند نفس البنك. Les voleurs ont réussi à ouvrir deux comptes. اللصوص أنهم نجحوا في فتح حسابين. دو بلاسمون. طبعا نتكلم أحيانا عن لوفير بلاسي. أنك تضع شيئا في مكان معين. نتكلم عن لوفير بلاسي. هنا نتكلم عن بلاسمون. أنك تضع أموالا في حساب أو تضعها في صندوق كما عندنا هنا. لي فولور أون ريوسي أ أوفغيغ دو كونت دو بلاسمون. هاد اللصوص نجحوا في فتح حسابين دو بلاسمون. بلاسمون في المفهوم الاقتصادي تعني أنك تضع أموالا تحجز أموالا بغرض استثمارها. إذا هاد اللصوص أنهم احتجزوا أموالا في حسابين بغرض استثمارها. دون دي فون في صناديق. La cadre active dans le commerce explique ses nombreux comptes par son besoin de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. إذن la cadre هاد الأربعينية active dans le commerce الناشطة في التجارة إذن هي تمارس التجارة explique ses nombreux comptes تشرح تعدد حساباتها هي تقول لنا لماذا عندها كل هذه الحسابات explique ses nombreux comptes أن تشرح تعدد حسابها par son besoin de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Par son besoin. هي تشرح لنا تعدد هذه الحسابات par son besoin. بحاجتها. بحاجتها إلى ماذا؟ De ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. حتى لا تضع كل بيضها في نفس السلة. إذن هي ما بغاتش تحط الفلوس ديالها كلها في نفس السلة. يجي واحد السارق، يجي واحد اللص بحال اللي وقع هنا، ويدي لها كل الأموال ديالها. حتى لو وقع الداليه مثلا هاد اللص يدي لها فقط سله وحده ويبقاو السلال الاخرى. اذا المقصود باش يبقاو لي كونط الاخرين. اذا هذه طريقه حتى تحافظ على اموالها حتى اذا وقع واقع لا ياتي الامر على كل اموالها. طبعا هناك متاعب اخرى ستعرفها هذه السيده طبعا يحكي هذا المقال. اذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.